24 بودكاست حكيم العرب مع نجيب زيتوني. كل شيء إذا وصل إلى حده وزاد انتهى، فيجي جديد. هذه المقولة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه خير دليل على تبني هذا الحكيم. كل ما هو جديد واختباره، واثقا من أن الجديد يسرع وتيرة التطور باتجاه تحقيق رؤيته للدولة والوطن والمواطن. من خلال تلك المبادئ كان انفتاح الشيخ زايد على ما تمتلكه شعوب العالم من ثقافات مختلفة ومعارف وعلوم وتكنولوجيا، الباب الواسع لاستقطاب كل ما هو جديد حول العالم بهدف إغناء الأرضية الثقافية والمعرفية التي منها ستنطلق دولة حديثة متجددة وتكون علامة فارقة في تاريخ الشعوب. الإنسان ما بدايم صاحي، الإنسان بين صحة وبين مرض وبين موت، النهاية يعني ما يصير. فالإنسان لما يعرف هذا يرجع إلى العدالة. قبل قرون قال الفيلسوف الأثيني الكبير أفلاطون: الزيادة المبالغ فيها في أي شيء تؤدي إلى رد فعل معاكس حتما. أسس أفلاطون الفلسفة المثالية، وتمحورت فلسفته حول ثنائية العوالم، ففي هذا العالم تتغير الأشياء، تأتي وتذهب، تبرد وتسخن، لذلك هو عالم الأخطاء الكثيرة، وبالتالي فإن عامل التجدد هو أساس التطور من العالم المادي إلى عالم المثل. ورغم أننا تناولنا أهمية التعليم لدى الشيخ زايد من قبل، إلا أن الأولوية التي أعطاها مؤسس دولة الإمارات للتعليم إنما كانت تصب في هدفه الأساس، تطوير الأفكار كي يتطور الإنجاز. وهنا قاسم مشترك آخر بين الكبيرين، فأفلاطون وضع من خلال أكاديميته في أثينا الأساس لأول مؤسسة للتعليم العالي في العالم الغربي، بينما الشيخ زايد أبدع في بناء نظام تعليمي قوي وبرامج تعليمية حديثة لتعزيز المعرفة والمهارات بين أبناء الإمارات، كي لا يصل شيء إلى حده ويزيد فينتهي. فلازم من الإنسان يعتبر من أخيه، يعتبر من قبائله، من عشائره، يعتبر من جيرانه، يعتبر من الحوادث والظروف اللي تمر بالإنسان. قدم أفلاطون في أحد أشهر كتبه تحت عنوان الجمهورية مفهوم الملك الفيلسوف، وهو حاكم مستنير يتمتع بالحكمة والمعرفة ليحكم مجتمعا عادلا ومتناغما. وعندما نقرأ تلك الصفات لا يسعنا إلا أن نرى في مخيلتنا صورة الشيخ زايد كتجسيد حقيقي لها. فقد أظهر الشيخ زايد رحمه الله صفاته القيادية ورؤيته البعيدة لتنمية البلاد وازدهارها بأبهى صورها، معتمداً على إدخال الأفكار المعاصرة والإصلاحية إلى المجتمع الإماراتي، تلك الأفكار القادرة على بناء المستقبل المشرق الذي يحلم به. المجتمع يعمل له مصلحة ويعمل له الشيء الفائدة اللي يعرف أن فايدته في مجتمعه، ويؤمن فايدته في مجتمعه وفي قومه وفي وطنه ومواطنه. هذا هو اللي بيعمل العمل الصالح للجميع.
وبيتكلم في الإصلاح للجميع وبيهدي إلى الإصلاح للجميع.